بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، طلبة وطالبات برنامج التعليم عن بعد، تخصص اقتصاد وإدارة، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من المقرر بتاعنا اللي هو إدارة الموارد البشرية. والحلقة الأخيرة زي ما قلنا هتكون ختام لموضوع تخطيط وتنمية المسار الوظيفي، وهي طبعا بطبيعة الحال ختام للمقرر بتاعنا. طيب هنتكلم إن بقى في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي. أنا ناقشت معاك في الحلقة اللي فاتت 6 وسائل لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي، فان شاء الله هنكمل بقيه الوسائل. انا قلت لك هم 11 وسيله لتخطيط وتنميه المسار الوظيفي، يبقى الحلقه بتاعتنا هتبدا من وسيله رقم من الوسيله رقم 7 لتخطيط وتنميه المسار الوظيفي. تعالى بقى الحلقه 30 والاخيره باذن الله، تخطيط وتنميه المسار الوظيفي. وسائل تخطيط وتنميه المسار الوظيفي على مستوى المنظمه، كل ده على مستوى المنظمه. هنبدا بقى بايه؟ ب7. احنا طبعا ناقشنا الستة الأوليين في الحلقة اللي فاتت. 7 وسيلة لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي: النقل لوظيفة أقل مع الاحتفاظ بمزايا الوظيفة السابقة. هو كان 6 كان إيه؟ كان 6 هنقلك لوظيفة أقل. وكنت هتزعل في الأجل القصير، صح ولا مش صح؟ هزعل في الأجل القصير، لأنك نقلتني في وظيفة إيه أقل. بس على الأجل الطويل الترقيات مفتوحة في مكانك الجديد الأقل اللي أنا نقلت لك ليه، فعلى الأجل الطويل أنت الكسبان والمنظمة هي الكسبان. طب عشان يا سيدي ما نزعلكش في الأجل القصير، صحيح أنا بصيتك في الأجل الطويل، عشان ما نزعلكش في الأجل القصير، لا، السبعة بقى بتعالج موضوع الزعل في الأجل القصير. السبعة إيه؟ بتقول النقل لوظيفة أقل مع الاحتفاظ بمزايا الوظيفة السابقة، والطريق مفتوح قدامك للايه؟ للترقيات، لان هو كان مسدود في وظيفتك الايه؟ الحالية اللي هي قبل ما تتنقل. طيب يبقى 7، النقل لوظيفة اقل مع الاحتفاظ بمزايا الوظيفة السابقة كوسيلة ناجحة لتحبيب النقل الى اسهل وما نزعلكش في الاجل القصير. يمكن وضع نظام يقضي باحتفاظ الموظف بمزايا الوظيفة السابقة من علاوات مهنية، مزايا وظيفية، وأجر درجة معينة، وبالتالي لا يضار الفرد من نقله إلى وظيفة أدنى، ويقبل الأفراد على مثل هذه الإيه؟ على مثل هذه الممارسة، عشان ما نزعلكش في الأجل القصير، وطبعا إن شاء الله ما تزعلش في الأجل الإيه؟ الطويل، لأن طريق الترقية مفتوح معاك في الوظيفة الأدنى اللي إحنا نقلناك إيه؟ اللي إحنا نقلناك عليه. طيب الوسيلة الثامنة لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي الترقية. طبعا دي ولا هتزعل بقى ولا في الأجل القصير ولا في الأجل الإيه؟ الطويل. وسيلة الثامنة الترقية. طبعا عارفين كلنا الترقية أكيد. تلعب الترقية كوسيلة لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي دور هام لكل من الفرد والمنظمة. أكيد طبعا. الفرد مش محتاجة كلام. ده الترقية غالبا مصحوبة بقى بمزايا مادية أعلى، والترقية أكيد فيها وضع أدبي إيه؟ وضع أدبي أفضل. فالفرد يحقق رغبته في النمو والترقي، وتحقق المنظمة رغبتها في تحقيق التوافق بين الفرد والوظيفة، وتحصل على أداء ورضا عالي. والمهم أن تتم الترقية على أساس تحقيق التوافق والعلم والشرح الكامل للعاملين، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين للإيه؟ للترقية. يبقى الترقية دي وسيلة من وسائل تخطيط وتنمية المسار الوظيفي؟ أكيد طبعا. وسيلة لتحقيق التوافق ما بين الفرد والوظيفة؟ أكيد طبعا. حاجة مفيدة وحاجة إيجابية لكل من الفرد والمنظمة؟ أكيد طبعا. الفرد في دخل مادي زيادة أكيد هيسعده، وأكيد في وضع أدبي جديد أفضل أكيد أكيد هيسعده. طب والمنظمة؟ ما هي الوظيفة الجديدة اللي هي هترقيك عليها ديت وظيفة شاغرة، عاوزة إمكانيات وقدرات ومهارات تناسبها. إحنا لقينا فيك الإمكانيات والمهارات والقدرات المناسبة لشغل هذه الوظيفة، فإحنا لقينا فيك الكفاءة والجدارة والفعالية والإمكانيات والقدرات إنك تشغل هذه الوظيفة. جايز تحتاج شوية تدريب كده عشان يتحقق التوافق والانسجام الكامل، مفيش مشاكل. كل المنظمات بتعمل دورات تدريبية ودورات تأهيلية للترقية لوظائف لوظائف أعلى. طيب لسه في الترقية. ويسود الاعتقاد بين الممارسين وحتى الكتاب الإداريين أن الترقية يجب أن تتم على أساس معيار الكفاءة أو معيار الأقدمية، والواقع أن كلا المعيارين ينظران إلى الماضي، بينما الترقية تتم للمستقبل. هرقيك على أساس إيه؟ هنرقيك على أساس مش أساس صداقة، لا، ولا أساس علاقات شخصية، لا، ولا استظراف ولا قرابة ولا لا، ده الترقية موضوعية. هنرقيك على أساس كفاءتك، جميل جدا.
هنرقيك على اساس الادميه بتاعتك، جميل جدا، بس خلي بالك بقى ده انت بترقيه لوظيفه هيشغلها في المستقبل بكره، ده مستقبل بناء على ادميته الحاليه او كفاءته الحاليه. هل هناك ما يضمن ان كفاءته الحاليه ادميته الحاليه هتكون مناسبه للوظيفه المستقبليه اللي هو يؤديها من بكره ان شاء الله؟ ده طبعا ايه سؤال. يبقى يسود الاعتقاد بين الممارسين وحتى الكتاب الاداريين ان الترقيه يجب ان تتم على اساس معيار الكفاءه او معيار الادميه، والواقع ان كلا المعيارين اللي هما الكفاءه والادميه ينظران الى الماضي اكيد طبعا، بينما الترقيه بتتم للايه؟ للمستقبل. وبصوره اخرى عايزين نقول نفس الكلام بس بمعنى ايه تاني او بكلمات اخرى، لا تضمن الكفاءه او الادميه في وظيفه سابقه الاداء الممتاز في الوظيفه الايه القادمه اكيد طبعا. يعني مثلا انت استاذ في قسم معين دلوقتي، جميل جدا، في عاوزين يرقوك لوظيفه رئيس قسم، طب هل نضمن ان كفاءتك الحاليه وادائك الحالي هيكون مناسب لوظيفه رئيس القسم اللي هتشغلها في المستقبل ان شاء الله؟ ليس هناك ايه، ليس هناك ما يضمن. ممكن انت حاليا ممتاز جدا في وظيفتك بس ما فيش اي ضمان ان انت بكره لما تشغل الوظيفه الجديده اللي هي رئيس قسم انك تشغلها بكفاءه بفعاليه وتحقق مستوى اداء ايه، وتحقق مستوى اداء متميز. يبقى وبصورة أخرى، لا تضمن الكفاءة والأدمية في وظيفة سابقة الأداء الممتاز في الوظيفة القادمة. ونرى أن معيار بقى التوافق بين الفرد في قدراته ومهاراته واستعداداته وبين الوظيفة في مكوناتها وما تحتاجه من مواصفات فردية هو المعيار الأساسي للإيه؟ للترقية. يبقى أنت بقى ما تقوليش كفاءة حاليا، لا، أو كفاءة ماضية، لا، ما تقوليش أدمية حاليا، لا، ولا أدمية ماضية، لا. أمال المعيار إيه بقى؟ المعيار هو التوافق ما بين قدراتك ومهاراتك وإمكانياتك ومتطلبات شغل هذه الوظيفة الإيه الجديدة. لو في توافق يبقى أنت صالح للإيه؟ للترقية. وعليه نصل إلى أن الكفاءة والأدمية قد يعتبران شرطين ولكنهما، طبعا حاجات مهمة، ولكنهما ليس كافيين، وأن الشرط ذي الوزن الأكبر هو التوافق بين الفرد والإيه؟ والوظيفة. كفاءتك على عين وراسنا، أقدميتك برضو على عين وراسنا، لكن إيه؟ التوافق والانسجام ما بين قدراتك وإمكانياتك ومهاراتك وما بين متطلبات الوظيفة، ده المعيار ذو الوزن الأكبر في الإيه؟ في الترقية. طيب، تعالى بقى تاسع وسيلة، كل دي وسائل ليه يا جماعة عشان ما تتوش مني؟ دي وسائل لتخطيط وتنمية المسار الإيه؟ الوظيفي. تاسع وسيلة، إحنا قلنا عندنا 11 إيه؟ قلنا عندنا 11 وسيلة. تاسع وسيلة الترقية المؤقتة، يبقى اللي فاتك الترقية ايه بقى؟ اللي فاتك الترقية دائما. تسعة الترقية المؤقتة، في هذه الممارسة تتم الترقية من خلال حصول الفرد على مزايا الوظيفة الأعلى من أجل درجة مالية، درجة وظيفية أو المسمى الوظيفي، مزايا عينية، علاوات، خدمات، شكل الايه؟ المكتب وتجهيزات. ويتم أحيانا إجراء الترقية المؤقتة من خلال تعيين مساعد المدير نائبا له او الانتداب للقيام بوظيفه اعلى شاغره. وكما ترى تعتبر الترقيه المؤقته وسيله لفتح مزيد من الطرق والفرص امام الايه؟ العاملين، تعويضهم عن الكفاءه او الاقدميه وتدريبهم على تقلد المناصب او الوظيفه ذاتها ايه؟ مستقبلا. يعني الترقيه المؤقته دي ايه؟ ما هياش ترقيه دائمه، احنا بس ايه؟ انت جاي تشغل هذا المنصب بصوره مؤقته، لم يصدق قرار نهائي بتعيينك في هذا الايه؟ المنصب. طبعا الترقيه المؤقته دي برضو بتفتح الباب للعاملين ان هو غالبا ان شاء الله اذا اثبت كفاءه، اذا اثبت جداره، اذا اثبت فعاليه في شغل هذا المنصب، غالبا باذن الله هيصدر له قرار ان شاء الله بالتعيين في هذا الايه؟ بالتعيين في هذا المنصب. والغالبيه العظمى من المنظمات يعني في اتباعها للترقيه المؤقته اذا كانت بتتبعها، بتتبعها بصوره اساسيه عشان تخوفا من ان هي تشغل منصب معين بفرض غير مناسب، فخلاص يبقى ما هوش ترقيه نهائيه، مش تعيين في هذا المكان، لا، هنجيبه ايه؟ هنجيبه ترقيه مؤقته لهذا الايه؟ المنصب، هنعينه مساعد المدير عشان بس ايه؟ نقص النبض كده بتاع اداؤه، هل هيكون متوافق مع الوظيفه ولا لا؟ لو متوافق تبقى الترقيه دائمه ويصدر قرار التعيين، ولو غير متوافق ممكن يرجع لوظيفته الايه؟ لوظيفته القديمه. طيب 10 برضو ده التقاعد المبكر وسيله من الوسائل التي يمكن اتباعها لتخطيط وتنميه المسار الوظيفي. تعال بقى نشوف 10 التقاعد المبكر هيتقال فيه ايه.
10 التقاعد المبكر. في بعض الحالات يعتبر الموظفون الكبار باعتبارهم يشغلون الوظائف العليا بطبيعة الحال عقبة في سبيل تقدم وترقي مرؤوسهم، وبالتالي فتشجيع التقاعد أو المعاش المبكر يصبح حلا لفتح الطريق أمام المرؤوسين. وفي الغالب طبعا ده أكيد بيرفض كبار الموظفين هذا الأمر لأنهم يفقدون مزايا كثيرة بذلك، حتى لو ما كانتش المزايا المادية بيفقد مزايا معنوية، مزايا المنصب، خصوصا أنه موظف كبير ذو منصب إيه؟ ذو منصب كبير في الشركة. وتقوم المنظمة بتشجيعهم اللي هم الموظفين الكبار دول بتشجيعهم من خلال منحهم مزايا البقاء في الوظيفة إذا قبلوا التقاعد الإيه؟ المبكر. وهذه المزايا قد تقوم معاش أكبر أو مكافأة نهاية خدمة كبيرة، وتمتد المزايا إلى تعيين هؤلاء الأفراد كمستشارين للمنظمة، إعادة تدريبهم على وظائف أخرى، أو منحهم أجازات طويلة بمرتب كامل. يبقى ده الوسيلة رقم 10 التقاعد المبكر. يعني إيه تقاعد مبكر؟ برنامج معاش مبكر. يعني إيه برضه؟ بيبقى مجموعة من الموظفين الكبار اللي هم شغالين في الشركة بيشغلوا المناصب العليا، وبتلاقيه ما شاء الله طبعا يعني ما نتمناش لحد اي حاجه سيئه، قاعدين في هذه المناصب لمده زمنيه طويله وقافلين الباب على اللي تحت، ما هو ما فيش فرصه للترقيه، هو معاد معاشه الطبيعي لسه ما جاش، وقاعد في المنصب ده بقى له مده زمنيه طويله، لكن حاطط سقف للترقيه للموظفين العاملين تحت رأسه، ما فيش اي فرصه للايه؟ ما فيش اي فرصه للترقيه. المنظمه عشان نوع من تجديد الدماء، طبعا الموظفين الكبار دول بيكون لهم خبره متميزه في الشركه لا يمكن يعني انكارها بحال من الاحوال، لكن برضه عشان المنظمه تضخ دماء جديده في المناصب، فكر جديد في هذه المناصب، تصعد العناصر الشابه بقدر الامكان لهذه المناصب عشان تدي للمنظمه نوع من الحيويه والمرونه، ممكن تعرض على الموظفين دول برنامج المعاش المبكر. الغالبيه العظمى منهم بيرفضوا حتى لو احتفظ بالمزايا المادية المنظمة بتديها له للإغراء، بيرفض لجوانب إيه؟ لجوانب معنوية مرتبطة بالسلطة والمنصب، خصوصا أنه وصل للسلطة ومنصب إيه؟ ومنصب كبير. لكن أهل المنظمة بتبذل جهود كبيرة بتغريهم بوسائل مختلفة تحتفظ بالمزايا بتاعتك المادية العينية، الحاجات اللي أنت بتاخدها من الوظيفة بتاعتك، أو أنك يعني ممكن نشغلك مستشار معنا في الشركة بعد التقاعد، أو 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 أو, أو تاخد مكافأة نهاية خدمة كبيرة ومتميزة. كل دي وسائل إيه؟ إن إحنا نشجعه إن هو يترك العمل بالإيه؟ بالشركة. لكن صعب؟ صعب، خاصة بعد ما وصل لمنصب إداري متميز في الإيه؟ الشركة، صعب الإغراء في هذه الإيه؟ الحالة، وإن كان طريق إيه؟ طريق موجود برضه لتخطيط وتنمية المسار الإيه؟ الوظيفي. طيب وصلنا الحمد لله هوت للوسيله رقم 11 والاخيره في تخطيط وتنميه المسار الايه الوظيفي اللي هي 11، المساعده في البحث عن وظائف خارج المنظمه. يعني انت شغال جوه الشركه واحنا هنساعدك انك تلاقي وظيفه اخرى في شركه مماثله، او وظيفه في شركه اخرى حتى لو كانت غير مماثله بس نفس طبيعه الوظيفه، احنا هنساعدك ايه في الشركه عشان نعمل نوع من تخطيط وتنمية المسار الايه الوظيفي انك تجد هذه الوظيفه خارج الايه الشركه. 11، المساعده في البحث عن وظائف خارج الايه المنظمه. اذا اضطرت المنظمه الى الاستغناء عن بعض العاملين فقد ترى انه لمواجهه مسؤوليتها الاجتماعيه ومساعده هؤلاء العاملين انها يجب عليها ان تبحث لهم عن وظائف خاليه في منظمات مماثله يستطيع العاملون شغلها حالا أو بعد بعض التدريب. وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أن يستغل شبكة علاقاته، طبعا علاقاته الشخصية في الموضوع ده، مع الشركات الأخرى لتحقيق إيه ذلك. في بعض العاملين في المنظمة إحنا مش محتاجين لخدماتهم. طيب نستغنى عنهم؟ ممكن لو القوانين بتسمح لنا إن إحنا نستغنى عنهم بدون أي التزامات نستغنى عنهم. طيب لكن في بعض الاحيان حتى لو القوانين بتسمح انك تستغنى عنهم، في نوع من المسؤوليه الاجتماعيه، اصل هو الموظف ده او العامل ده ما هو مسؤول عن اسره وهو عضو في المجتمع، لو انا يعني اجبرته على ترك الوظيفه بوسيله او باخرى ما ده هيعود بالضرر الاجتماعي على المجتمع ككل. وبالتالي المنظمات من الناحيه الادبيه ومن ناحيه مسؤوليتها الاجتماعيه ومن ناحيه مراعاه مشاعر هؤلاء العاملين واحوالهم الاقتصاديه بتحاول بقدر الامكان تساعده ان هم يلاقوا وظيفه في منظمه مماثله أو وظيفة مماثلة في منظمة إيه؟
ايه في منظمه مختلفه حتى عن طبيعه نشاطها، ويتنقلوا ايه ويتنقلوا ايه. طبعا يعني في المجتمعات عموما ده بيعتمد على هل مدير الموارد البشريه في المنظمه الاصليه له علاقات قويه ووثيقه بمدير الموارد البشريه في المنظمات المختلفه او المتشابهه عشان ينقل هؤلاء الافراد ليهم ولا لا، يعني كنوع من الوفاء بالمسؤوليه الاجتماعيه وكنوع من الالتزام الادبي تجاه هؤلاء الايه العاملين، خاصه لو ادائهم متميز بس لظروف اقتصاديه معينه المنظمه ممكن ايه المنظمه ممكن تستغني عنهم. طيب يبقى بكده انهينا اللي هم ال 11 وسيله من الوسائل الخاصه بتخطيط وتنميه المسار الايه المسار الوظيفي. طيب تعالى بقى ده كله كان على مستوى الايه يا جماعه المنظمه، كل الوسائل ديت تخطيط وتنميه المسار الوظيفي على مستوى الايه المنظمه. تعالى بقى ما احنا اتفقنا مش المنظمه بس اللي بتعمل تخطيط وتنميه المسار الوظيفي، لا ده الفرد كمان بيعمل تخطيط وتنميه المسار الوظيفي. تعالى بقى هتكلم شويه عن تخطيط وتنميه المسار الوظيفي لدى الايه لدى الفرد. تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على المستوى الايه؟ على المستوى الفردي. كما تقوم المنظمات بتخطيط وتنمية المسارات الوظيفية لعامليها، فإن على كل منهم أن يخطط، منهم هم مين؟ مش المنظمات، الأفراد، طبعا. كما تقوم المنظمات بتخطيط وتنمية المسارات الوظيفية لعامليها، فإن على كل منهم أن يخطط لمستقبله الوظيفي. وتزداد أهمية تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على مستوى الفرد في مراحل معينة. يعني إيه مراحل معينة؟ المراحل الحرجة في حياة الإيه الفرد بيزيد أهمية تخطيط وتنمية المسار الوظيفي. زي إيه؟ طبعًا لما نناقش هذه المراحل هتقول لي مش بالضرورة إن دي مراحل حرجة، بس أقول لك يعني إيه؟ عند الغالبية من العظمى من الأفراد ممكن تكون مراحل حرجة. هنناقشها الأول. وتزداد أهمية تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على مستوى الفرد في مراحل معينة. من أهمها مرحلة أول وظيفة للفرد عادة بعد تخرجه من مراحل التعليم، مرحلة الاستقرار العائلي حيث لابد من التنسيق بين مساري العمل والأسرة، مرحلة منتصف العمر حول سن 45 سنة حيث تكثر المشاكل الاجتماعية والنفسية للفرد. هتقول لي مش كله، هقول لك متفق معاك بس عند بعض الناس. وفي مرحلة نهاية المسار الوظيفي قبل سن 60 سنة حيث تظهر مشكلة التقاعد وترك الخدمة. هتقول لي مش كله، هقول لك بس برضه عند ايه؟ عند نسبة كبيرة من الناس. يبقى الفرد زيه زي المنظمة، عاوز برضه يعمل ايه؟ تخطيط وتنمية للمسار الوظيفي. طيب في كل مراحل حياته، في كل مراحل حياته عاوز يعمل تخطيط وتنمية للمسار الوظيفي. يعني ايه؟ يعني يلاقي نوع من التوافق ما بينه هو إمكانياته، قدراته، خبراته، أداؤه، وطموحاته وآماله وغاياته وأهدافه. طيب بتزداد أهمية تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على مستوى الفرد في مراحل معينة من حياته. يعني مش بلاش نقول مراحل حرجة، بس مراحل يعني بتشهد نوع من التغيرات الإيه النفسية شوية. زي إيه؟ مرحلة أول وظيفة للفرد، ده لسه بادئ في شغل جديد، أكيد بادئ في شغل جديد عنده نوع من القلق، نوع من التوتر. يعني أنا أفتكر أول ما تعينت معيد في الجامعة برضه أكيد وظيفة جديدة بالنسبة لي، قلق شوية، توتر شوية، وبالتالي إيه؟ محتاجة تركيز أكتر على تخطيط وتنمية المسار الوظيفي. لكن بعد ما شغلت وظيفة معيد ووظيفة مدرس مساعد ووظيفة أستاذ مساعد، أكيد بقى في استقرار نفسي. ده الموضوع ما هوش موضوع جديد بإيه؟ مش موضوع جديد بالنسبة لي. طب وإمتى كمان؟ وفي مرحلة الاستقرار الايه؟ وفي مرحلة الاستقرار الاسري. مرحلة الاستقرار الاسري يعني بعد الزواج، الفرد طبعا سواء الولد او البنت قبل الزواج يعني واخد على رتم معين للحياة، مسؤوليته الاجتماعية محدودة، لكن بعد الجواز اكيد الولد او البنت مسؤوليتهم الاجتماعية بتتغير. طيب ولو كانوا بيعملوا، اكيد عاوزين نوع من التوافق والانسجام، وعاوز بقى ايه؟ يخطط ويوازن ما بين مسار العمل ومسار الاسرة، خاصة مسار الاسرة طبعا مسار يعني يعتبر برضه عبء اجتماعي على الطرفين الزوج والايه والزوج. يبقى في المرحله دي مرحله الاستقرار العائلي عاوزين تركيز اكتر على تخطيط الايه؟ تخطيط وتنميه المسار الوظيفي، لان احنا عندنا بقى مسارين، مسار العمل ومسار الايه؟ ومسار الاسره. وكمان امتى؟ حول سن الايه؟ 45. الدراسات اثبتت ان في سن ال 45 سواء بالنسبه للرجال او السيدات يعني بيحصل نوع من التغيرات النفسيه اللي بتزود اهميه تخطيط وتنميه المسار الوظيفي. وكمان ايه؟ في نهايه مده الخدمه، سواء بقت مده الخدمه اللي بتاعتك 60 او بعض الجهات بتكون مده الخدمه 65، بيبقى عاوز برضه ايه؟ تركيز شويه، لان هذه المرحله فيها نوع من التغيرات النفسيه شويه، برضه تركيز على تخطيط وتنميه المسار الايه؟ الوظيفي. طيب.
تعال بقى مجموعة من الخطوات لتخطيط المسار الوظيفي على مستوى الفرد. أول خطوة من هذه الخطوات التبصر بالآمال المستقبلية. احنا بنناقش الخطوات الخاصة بتخطيط وتنمية المسار الوظيفي على مستوى الفرد. أول خطوة التبصر بالآمال المستقبلية. بسبب أن المستقبل مجهول ويصعب مواجهته، وبسبب عدم معرفة الفرد المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها في مستقبله، وبسبب ظهور مواقف طارئة، كل هذا يجعل من عملية النظر إلى المستقبل أمرا صعبا. وعلى الفرد أن يسأل نفسه ما هي طبيعة العمل أو المستقبل الذي يأمله. وانطلاقا من الإجابة على هذا السؤال تتحدد مجالات النشاط أو الأعمال أو الوظائف التي يأمل الفرد في شغلها والقيام به، وذلك بتفصيل شديد الوضوح. كما تتحدد وفقا للإجابة على نفس السؤال الإمكانيات المادية المطلوبة، درجة التعليم، الخبرة، المهارات الوظيفية والشخصية، وأي قدرات أو مهارات أخرى مطلوبة لتحقيق الآمال المستقبلية. يبقى في الخطوة الأولى بتشوف آمالك إيه وطموحاتك إيه، وعلى الجانب الآخر تشوف قدراتك وإمكانياتك ومهاراتك الحالية إيه. طب وبعدين؟ اتنين، التعرف على القدرات والمهارات الحالية. ده الخطوة الإيه بقى؟ ده الخطوة الثانية. يبقى الخطوة الأولانية التبصر بالطموحات والآمال والغايات والأهداف. يبقى الأولانية أنت بتركز بس على إيه؟ تعرف غايتك، تعرف أهدافك، تعرف طموحاتك، انت عاوز ايه. طب في الثانيه هتشوف انت بقى عندك ايه من الامكانيات والقدرات والمهارات. اثنين، التعرف على القدرات والمهارات الحاليه. على الفرد ان يراجع نفسه بسؤال مهم، هو ما هي الامكانيات والقدرات والمهارات المتوفره حاليا لديه. ووفقا للاجابه على هذا السؤال تتحدد درجه التعليم والخبره والمهارات الوظيفيه والشخصيه، واي قدرات ومهارات اخرى حاليه ذات صله بتحقيق الامال المستقبليه. جميل جدا. يبقى في الخطوه الاولى أنا عاوز إيه؟ طموحاتي، أمالي، أهدافي، غاياتي المستقبلية. في الخطوة الثانية أنا عندي إمكانيات وقدرات ومهارات إيه؟ هتقولي بقى في الثالثة أكيد هتعقد المقارنة بينهم، ما أنت قلت لنا الموضوع ده أكثر من إيه؟ أكثر من مرة. يبقى الثالثة تحديد الفرق بين واحد واثنين، هشوف الفرق فقط لا غير، هل في فرق ولا ما فيش فرق؟ لو ما فيش ما عندكش مشكلة، طب لو في يبقى هنخش في الخطوة الرابعة. ثلاثة، تحديد الفرق بين واحد واثنين، واحد واثنين اللي هما إيه؟ الطموحات والآمال المستقبلية، واثنين اللي هي الايه؟ القدرات والمهارات والامكانيات. يصل الفرد الان الى امكانيه مقارنه الخطوه الاولى بالخطوه الثانيه، وقد تظهر المقارنه فرق بين القدرات والمهارات الحاليه من ناحيه والامال المستقبليه من ناحيه اخرى. طيب، الخطوه الرابعه معالجه الفروق ومعرفه الحلول. لو الفرق انا امكانياتي وقدراتي ومهاراتي اقل من الطموحات والامال، نيجي بقى للخطوه الرابعه اللي هي معالجه الفروق ومعرفه الحلول. إذا كان مستوى القدرات والمهارات والإمكانيات الحالية للفرد دون مستوى الطموحات والآمال المستقبلية، وجب تحديد الطريقة المناسبة لتنمية تلك القدرات والمهارات والإمكانيات. ومن أهم طرق تنمية قدرات ومهارات وإمكانيات الفرد التعلم الذي يحدث نتيجة الخبرة والممارسة، بالإضافة إلى التدريب بأساليب المختلفة اللي إحنا سبق التعرض ليها. طيب، يبقى كده حضراتكم بنختم الجزء الخاص بالخطوات لتخطيط المسار الوظيفي على مستوى الفرد. تعالى بقى مجموعه من النصائح اللي هنعدي عليها بسرعه لان هي مش محتاجه شرح. مجموعه من النصائح في كيفيه تخطيط وتنميه المسار الوظيفي الفردي. مجموعه من النصائح. فيما يلي بعض النصائح السريعه لكيفيه قيامك بتخطيط ورسم وتنميه مسارك الوظيفي ومستقبلك في الحياه. ويمكن تقسيم هذه النصائح على عده اسس. واحد، الاساس الاولاني، نصائح في الاستعداد لاول مره، الشغل لاول مره. اختار المنظمات التي تود ان تعمل فيها. تعلم كيف تبحث عن الوظائف والاعمال. اكتب سيرتك الذاتيه. تدرب على اختبارات التوظف. تدرب على المقابلات الخاصه بالتوظف. طيب، ده اول اساس للنصائح. ثاني اساس، نصائح في اول عمل لك. يبقى النصائح الاولانيه كانت في الاستعداد للعمل، لسه ما اشتغلتش. طب اشتغلت؟ نصائح في اول عمل لك. اختار وظيفه بها نوع من التحدي، اجتهد واجعل ادائك متميز. نوع مهاراتك ولا تحصر نفسك في مهارات محدده. استخدم كل حماسك ودافعيتك للعمل. ثلاثه، ثالث تصنيف للنصائح، نصائح اثناء العمل. اعمل مع رئيس نشط ومتحرك. ابحث عن عمل اخر اثناء عملك الحالي. نوع اختياراتك. ضع انجازاتك تحت الاضواء. استفد من الفرصه العارضه. قيم مسارك الوظيفي باستمرار.
دي مجموعة من النصائح اللي احنا صنفناها على أسس مختلفة، اللي هم ثلاث أسس، واحد قبل العمل اللي هو الاستعداد للعمل، وواحد لما اشتغلت في بداية العمل بتاعك، وواحد بعد أثناء الايه أثناء العمل الفعلي. وبنهاية النصائح دي إن شاء الله نختم كده موضوع تخطيط وتثمين المسار الوظيفي، ونختم الحلقات بتاعتنا الخاصة بإدارة الموارد البشرية. وفي ختام طبعا الحلقات يعني بأشكر عمادة التعليم عن بعد عميدا ووكلاء وأساتذة وعاملين إن هم أتاحوا الفرصة دي ليا للاتصال بيكم والتواصل معاكم من خلال مادة إدارة الموارد البشرية. وإن شاء الله هيكون لنا حظ برضو في التواصل في مادة تانية اللي هي إدارة الإنتاج والعمليات. بشكركم لحسن الاستماع وحسن التواصل معنا. ألف شكر.